آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الغائزين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا. رب اتمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. فرغنا امس من بيان شروط الوضوء ثم وفروضه، فروض الوضوء. شروط الوضوء وشروط الغسل كلاهما متحدان، أما فروض الوضوء والغسل مختلفان. وفروضه ستة، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومص المصحف. ذكر الشارح كثيرا من النيات. وإذن ما ذكر في المتن، وفروضه نية أداء فرض وضوء، هذا ذكره في المتن على سبيل المثال، ومثال واحد فقط للنية. فروضه ستة، أحدها نية وضوء، ما ينوي أنه يتوضأ هذا فقط، أو أداء فرض وضوء ثم نية أداء فرض وضوء. فرض وضوء اللام للإضافة بمعنى اللام لامية ليست بيانية. كيف تترجمون بلغتكم؟ يعني بمعنى الإضافة اللامية أو بالإضافة البيانية؟ اختصاص اللام. ترجموا كلمة اختصاص. وعندما تكون بمعنى من ترجم كلمة اللام. فإذا تترجمون بمعنى البيان، لا حاجة إليه. لو كان يعني بمعنى اللامية صحيحة، أداء فرض وضوء ثم أو رفع حدث لغير دائم حدث ثم. مثال ثالث، ينوي أن يرفع الحدث، الحدث يعني الحدث الأصغر. الحدث بينا معناه هو منع يترتب على هذه الحالة. فإذا هو ينوي رفع الحدث، لكن هذا النية الثالثة، نية رفع الحدث، يصح أو يكتفي في حق غير دائم حدث. أما دائم الحدث فلا تصح نيته هذا. لماذا؟ لأن حدثه لا يرتفع بل يبقى لغير دائم حدث حتى في الوضوء. أما هذا يعني في خلاف، هل يصح أو لا يصح؟ على الصحيح هذا لغير دائم حدث. ثم حتى في الوضوء المجدد، هذا نية رفع الحدث صحيحة حتى في الوضوء المجدد. رجل يجدد الوضوء بالنسبة إليه ليس له حدث، إذن وإلا ينوي بهذه النية نظرا إلى الأصل. ثم أبي الطهارة عنه، ونية الطهارة عنه عن الحدث، نية الطهارة عن الحدث
كذلك وفي الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، فهذه النيات صحيحة في حق دائم الحدثين. وأيضا يتطهر، التطهر يعني فعل الوضوء، فإذا الطهارة يعني الحدث بمعنى التولؤ، لأن هذا صحيح في حق دائم الحدث، لأن المستحالة أيضا. ثم أو الطهارة لنحو الصلاة، إما الطهارة عن الحدث مطلقا أو الطهارة لماذا؟ الطهارة يعني ينوي الطهارة لنحو الصلاة، ويتطهر يعني التطهر للصلاة، إما للصلاة أو مما يباح لا يباح إلا بالوضوء، مثلا حمل المصحف أو يعني استباحة الطواف. الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، هذا مما لا يباح إلا بالوضوء هو بيان للنحو، نحو الصلاة يدخل فيه الطواف وأمثاله، يعني سجود الشكر، سجود التلاوة. ثم أو استباحة يعني نية استباحة مفتقر إلى وضوء، إما نية الطهارة لنحو الصلاة أو نية استباحة الصلاة، مفتقر استباحة أمر مفتقر هو يفتقر إلى وضوء، مثل ما ذاك الصلاة ومص المصحف. إذن إما نية الطهارة أو نية استباحة، ولا يكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر، فهذه أمور يندب لها الوضوء. فإذا استباحة يعني قراءة القرآن، أو نية استباحة قراءة الحديث، أو نية استباحة دخول المسجد، أو نية استباحة زيارة القبر، وهذا لا تكفي، هذه النية لا تكفي لصحة الوضوء. لماذا؟ هذا ليس هناك استباحة، الاستباحة نعم، الاستباحة ينبغي أن ترجع إلى أمر يكون حراما بدون الوضوء، أما هذه الأمور لا تكون حراما بدون الوضوء. قراءة القرآن، قراءة الحديث، دخول المسجد، زيارة قبر، والأصل في وجوب النية. فإذن هذا الفرض الأول هو النية، ما هو دليله؟ الدليل الأصل يعني الدليل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنية. لماذا قال يعني الأصل لم يذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لخبر أو لحديث؟ يعني هذا معنى الحديث عام، هنا الدعوة خاصة، عندنا دعوة وجوب نية للوضوء، هذا هو، لكن هذا ليس صريحا في الحديث، لذلك قال والأصل، يعني يستنبط من هذا الحديث أن النية واجبة للوضوء. لو كان الحديث صريحا في هذه المسألة يقول لقوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني لحديث أو لخبري أو هكذا، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها. يعني هناك اختلف الأئمة في تقدير متعلق الباء من قوله بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الباء لا يتعلق هنا بالأعمال. لماذا؟ هذا عمل هنا ليس مصدرا ولا ما في معناه، حرف الجر يتعلق إما بالفعل أو ما في معناه، نعم معنى الحدث. فإذا هنا الأعمال ليس يعني فعلا ولا ما في معناه، يعني ليس فيه معنى الحدث، لذلك يجب لتمام المعنى أو لصحة هذه الجملة تقدير المتعلق. اختلفوا ماذا يعلم يقدر، بعض قالوا يعني يقدر الصحة، هذا هو عند الأئمة الشافعية، أما عند الأئمة الحنفية هم قالوا التقدير بالكمال، إنما كمال الأعمال بالنيات،
لذلك لا يثبت عندهم بهذا الحديث وجوب النية. وجوب النية لا يثبت عندهم بهذا الحديث. لذلك ليست النية واجبة في جميع الأعمال عندهم، بل واجبة في الأعمال المقاصد فقط. هكذا لهم يعني دليل آخر، فإذن إنما صحتها لا كمالها. إذن إنما الأعمال بالنيات، لما رجح السادة الشافعية تقدير الصحة، لأن معنى الحديث نفي الأعمال بدون النية، نفي ذوات الأعمال. هذا جملة محصورة، إنما الأعمال يعني لا أعمال إلا بالنيات، وهذا نفي ذوات الأعمال. إذن نفي الصحة شرعا قريب من نفي الذوات، لذلك قالوا الأحسن الأولى التقدير إنما صحتها. أما نفي الكمال لا يقرب من نفي ذات الشيء، لذلك هكذا رجعونا. ثم فإذن هذا النية وليست ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم، النية ثابتة بقوله فقط، أما من فعل قلبه لم يروى. هل نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوضوء وعند الصلاة؟ هذا النية في قلبه، فإذا النية من فعل قلبه لم يروى. هذا عدم الرواية لا يدل على عدم فعله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني رووا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم السورة بعد الفاتحة، وكذلك قراءة الفاتحة أيضا في الصلوات السرية. وهم قالوا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وكذلك يقرأ السورة، فإذا كيف رووا هذا؟ كيف علموا؟ هم سئلوا كيف عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة والسورة، أو قرأ السورة في الركعتين الأوليين؟ سئلوا، أجابوا بتحريك لحيته، فإذا عند القراءة كانت لحيته الشريفة تتحرك، هكذا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. فإذا هكذا ليس دليل على فعل قلبه، ممكن لذلك لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل قلبه، عن فعل قلبه، فإذا هذا عدم الرواية لا تدل على عدم فعله، بل وهذا إنما الأعمال بالنيات هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يثبت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم؟ لو ثبتت خصوصية في حكم من الأحكام لا يصدق هذا الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا لم تثبت خصوصية، لذلك كانت النية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو أيضا يعني نوى، هذا هو الذي يظهر من الأدلة. نعم، فإذا السادة الشافعية تمسكوا بعموم هذا القول إنما الأعمال بالنية، جميع العبادات تجب فيها النيات. لماذا؟ لأن تتميز العبادات عن الأعداد، ويجب قرنها عند أول غسل وجه. إذن في المتن هذا نية أداء فرض وضوء عند غسل وجه، هكذا. فإذن عند يتعلق بقرن، يعني يجب قرن النية عند أول غسل جزء من وجه، أي جزء كان، أي جانب كان، إما على الوجه أو الخد أو اللنف، يعني أي جانب كان. ماذا يغسل أولا؟ يجب يعني قرنها، فلو قرنها في أثنائه. فإذن رجل حينما غسل وجهه من أعلاه لم ينوي، بل أثناء غسله نوى، فإذن هل يكفي أو لا يكفي؟
هذا معنى ما يفيد المتن أنه لا يكفي هذه النية، بل يجب عليه أن يغسل وجهه مرة ثانية حتى ينوي في أول الغسل، لكن ليس كذلك الحكم. لذلك قال فلو قرنها بأثنائه كفى، فإذا من ذلك المكان يعتبر الغسل، والذي سبق النية هو اللغو لا يعتبر من الوضوء، لذلك وجب إعادة غسل ما سبقها. فإذا أين ينوي وذاك المكان يعتبر أول غسله، ثم ولا يكفي قرنها بما قبله، يعني ما قبل غسل الوجه، مثلا هو نوى عند المضمضة أو عند يعني غسل الكفين أو عند أخذ الماء أو عند الجلوس للوضوء أو عندما خرج من بيته للوضوء، هذا لا يكفي. لماذا؟ النية في الشرع قصد مقترن بأول الفعل، هو النية الشرعية. أما النية اللغوية هو قصد مطلق، مثلا رجل يخرج من بيته للصلاة إلى المسجد، فإذا حينما يخرج من بيته يكون له قصد فقط أو النية اللغوية، ثم بعد أن وصل في مسجده حينما يريد أن يحرم بالصلاة لو قصد، وهذا هو النية الشرعية. فإذا هذا الذي يسبقه ليس بنية شرعية، لذلك لا يكفي. ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه، ثم هكذا النوى قبل أول غسل الوجه، ثم بعد ذلك استصحب النية، يعني ما ذهل قلبه عن هذه النية، بل كانت النية حاضرة في قلبه حتى غسل جزءا من الوجه، فيكفي بسبب أنه نوى في حين غسل أول جزء من الوجه. لذلك ثم وما قارنها هو أوله فيفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه، لكن لو نوى هذه النية للوضوء قبل غسل الوجه هناك خطر، ممكن تكون هناك عافة. ما هي؟ وما قارنها، يعني ما قارن النية هو أوله، هو أول الغسل. نعم كما قلت، يعني لو نوى في أثناء الغسل أو يعني هكذا النية سبقت ثم بعد ذلك استصحب النية حتى غسل شيئا من وجهه، فإذا ماذا يعتبر أولا؟ الأول يعني من غسل من وجهه بمقارنة النية، هذا هو أول الغسل. فإذا هو هكذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك عندما أدخل الماء إلى فمه، فإذا أشفت يعني انغسلت، أو يعني جانب الفم، أو حينما أخذ الماء إلى الأنف، هذا ظاهر الأنف انغسل، فإذا هذا ظاهر الأنف كذلك أشفت جزء من الوجه، إذا هذا الغسل يعتبر من الفرل. بعد ذلك يعني هذا دخل الماء، يعني أولا مس الماء هذا الشفتة أو الأنف، ثم بعد ذلك يدخل الماء إلى الأنف والفم، فإذا هناك تم أول غسل الوجه، وبعد ذلك لا يكون مضمضة واستنشاق، فإذا تفوته المضمضة والاستنشاق لو يعني نوى نية الفرل هكذا قبله. هكذا لو نوى قبله أن فاتته سنة المضمضة والاستنشاق، هكذا هذا الذي قال فيفوت سنة المضمضة إن انغسل معها مع المضمضة شيء من الوجه، هذا شيء من الوجه مثاله كحمرة الشفة بعد النية، يعني بعد النية انغسل، وهذا عندما ينوي قبل غسل الوجه تفوت سنة المضمضة لأنها تكون مستعملة. نعم لا يعني هو داخل الفم،
هذا أمر آخر، وما ذلك هو غسل الوجه، يعني موضع الململة قبل غسل الوجه. فإذن هذا حينما مس الماء حمرة الشفتي تم يعني الفرض الأول من الغسل، من غسل الوجه. فإذن يعني فاتته الململة كأنه لم يململ، بل هو نوى وغسل الوجه من أوله هكذا، ليس كون الماء مستعملا بل فاتته، يعني هذا الماء صار مستعملا، وماذا يعني عندما يدخل الفم صار مستعملا، انفصل من مكان الفرد، وما ذلك يجوز له أن يأخذ ماء ثانيا، لو أخذ ماء ثانيا ثم مضمض واستنشق هناك أيضا لا يحصل له سنة الململة والاستنشاق، لأنه قد مضى غسل الوجه. ينبغي الململة والاستنشاق قبل غسل الوجه. لذلك يفرق الترتيب يعني. فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والململة والاستنشاق سنة الوضوء. فإذا لئلا يقع في هذا الخطر والآفة ماذا يفعل؟ لئلا تفوته سنة الململة ماذا يفعل؟ يعني لو نوى هذا نية الوضوء عند غسل الوجه، فإذا غسل الكفين وكذلك الململة والاستنشاق لا تكون تحت النية، بل هذه قبل النية. لو كان بعد النية تكون الأركان والسنن داخلة في النية، مثلا هو يمسح الأذن، أو يعني يفعل هذه الأركان ثلاث مرات التثليث، وكذلك هو يدعو بعد الدعاء، فكل هذه الأعمال داخلة تابعة لنية الفرد لكونها بعد النية. أما هذا غسل الكفين كذلك المضمضة والاستنشاق ثم يعني التعوذ والبسملة وهذه الأذكار البدائية لا يكون لها نية، لو نوى عند غسل الوجه فقط لا يكون لهذه السنن نية، وهذه الأفعال لا تعتبر سنة، لا يثاب عليها بدون النية. فإذا يجب لهذه السنن التي تسبق يعني غسل الوجه نية، وكذلك لغسل الوجه نية، هكذا الأئمة فصلوا. لذلك قال فالأولى أن يفرق النية، هذا تفريق النية، تفريق النية يعني ينوي لكل فعل فعل، هنا تفريق النية يعني جزئين فقط. تفريق النية له صورة أخرى، مثلا هو حينما يغسل الوجه وينوي أنه يغسل الوجه لرفع الحدث عن الوجه، ثم بعده حينما يغسل اليد ينوي أنه يرفع به هذا يعني الحدث عن اليد، ثم هكذا لكل عضو، حينما يغسل الرجل ينوي أنه يرفع الحدث عن الرجل، هذا تفريق آخر، يعني أن ينوي لكل عضو عضو. وهنا هكذا ليس تفريقا تاما، بل نية لما يسبق يعني غسل الوجه من النوافل من المستحبات، له نية ثم بعده من غسل الوجه نية ثانية، هكذا نيتان. هذا يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والململة والاستنشاق ماذا ينوي؟ سنة الوضوء، بأن ينوي سنة الوضوء، هذا تفريق، صورة للتفريق. ثم فرض الوضوء، يعني ثم ينوي فرض الوضوء، متى ينوي فرض الوضوء؟ عند غسل الوجه، حتى لا يفوت له فضيلة استصحاب النية من أوله. فإذن لا يفوت له فضيلة استصحاب النية من أوله، وكذلك يثاب على هذه المستحبات أيضا لأنها مؤدات مع النية السنية. ثم وفضيلة الململة لا يفوت أمران، لا يفوت له فضيلة استصحاب النية من أول الوضوء، كذلك لا يفوت له فضيلة الململة والاستنشاق، يعني ثواب الململة والاستنشاق.
مع انغسال حمرة الشفتة. انغسال حمرة الشفتة متى؟ عند المضمضة أو الاستنشاق هكذا. هكذا يعني يعلم عندكم للأولاد؟ عندنا هكذا يعلم. الأولاد يعلمون هكذا تفريق النية في المدارس. بعد غسل الوجه لا يفرق. لا حاجة إليه. عند غسل الوجه هو نوى. أذن. لا لا تفوت. لأن النوافل تابعة للفرض. فإذا حينما ينوي إما نوى لا بأس هذا يريحني قليلا على الشيء. ثم يعني المضمض لا يعني مسح الأذن نعم هو داخلة نعم نوى عند غسل الوجه نعم إما يعني نوى الوضوء أو نوى يعني نوى استباحة مثل الصلاة أو الطهارة عن الحدث أو نوى يعني فرل أداء فرل الوضوء أيا كان كل ما يأتي بعده داخلة في هذه النية لذلك لا حاجة إلى السنة التي تكون بعد غسل الوجه نية أخرى أما هنا يحتاج إلى نية أخرى هذه المستحبات التي قبل غسل الوجه لأن لماذا لئلا تكون بدون النية ثم وثانيها يعني من فروض الوضوء غسل ظاهر وجهه لآية فغسل وجوهك غسل وجهه يعني غسل ظاهر وجهه غسل معناه انغساله انغسال يعني رجل مثلا نوى وقام تحت المطر فإذا أنا يكفي الانفعال ونوى نية الوضوء ثم قام تحت المطر أو يعني حتى هكذا مسيل الماء يسيل الماء من الفوق فإذا انغسال وكذلك يعني لو انغمس في ماء أيضا يكون هناك انغسال غسل ظاهر وجهه ثم ظاهر وجهه هو يبين يعني باطن الوجه لا يجب غسله من باطن الوجه هذا الفم وكذلك داخل الأنف وكذلك باطن العين هذه كلها من باطن الوجه وكذلك لو كان له لحية كسة لا يجب غسل باطنها لأن هذا الظاهر يعني باطن هذه اللحية الكسة هو من باطن الوجه ليس من ظاهر الوجه الوجه ما يواجه به معنى الوجه يعني رجل ما يواجه به آخر فهذا يكون بالظاهر فإذن هكذا استنبط فاغسلوا وجوهكم هناك في القرآن استعمل كلمة الوجه الوجه يعني ما يتحقق به المواجهة المواجهة تكون بظاهر الوجه فقط ليس بالباطن ومع ذلك يعني الأئمة ذكروا أن باطن الوجه من مثل باطن اللحية ليس بواجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتولأ بمد من الماء فإذن هو يأخذ يعني في كفه اليمنى قليلا من الماء ثم يضيف إلى يده اليسرى ثم يغسل الوجه وبهذا الماء القليل لا يستطيع أن يغسل باطن لحيته الشريفة هي الكسة يعني كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيفة فإذا بهذا الماء القليل لا يمكن إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ظاهر الوجه فقط ثم وهو يعني ما هو الوجه طولا ويحدد يذكر حد الوجه ما بين منابت شعر رأسه غالبا
وهذا من العلة. وتحت منتهى لحيه هذا حده الأسفل هكذا في الطول. من أين يبدأ؟ يبدأ من منابت شعر الرأسي هذا. ثم قال غالبا لماذا؟ شعر الرأس ينبت لبعض الرجال نازلا إلى الجبهة ولبعض الرجال عاليا إلى الرأس. هذان لا يعتبران، بل الموضع الذي ينبت فيه الشعر غالبا. ثم وتحت مندها، ما بين منابت وتحت مندها، هذا عطفنا على منابت، فإذا يكون للبين طرفان، منابت طرف وتحت طرف آخر. وتحت مندها لحيه، لحي ما هو؟ هذا العلم يبين بفتح اللام لحي، فهو من الوجه دون ما تحته. اللحي يعني هذا علم اللحية، مندها يعني يكون للرجل هذا لحيان في جانبي الوجه، هذا يبدأ يعني من جانب الأذن ثم هذا يعني يسقط ويأتي إلى الأسفل وينتهي هنا في أسفل الوجه، هذا هو مندها اللحية. هذا قال تحت مندها لحية، ما قال ومندها لحية، فإذن وبهذا صار اللحيان أو مندها اللحيين من الوجه. لماذا؟ إلى ما تحته الوجه، فإذن وهو من الوجه دون ما تحته. يعني فإذن هناك الشارح يذكر ثلاثة أشياء، أولا مندها الوجه، ثم ما تحت مندها الوجه، ثم بعده ما تحت ما تحت مندها الوجه. فإذا فهو من الوجه، يعني مندها اللحيين من الوجه دون ما تحته، ما تحت مندها الوجه ليس من الوجه، لا مندها اللحيين، مندها اللحيين، مندها اللحيين من الوجه، ما تحت مندها اللحيين ليس من الوجه. فإذا الشعر الذي يكون على العلم هو من الوجه، وبعده يكون يعني الجلد البشرة لا تكون على العلم بل تحته. والشعر النابت على ما تحته هذا أيضا ليس من الوجه. أما الشعر الذي ينبت على مندها اللحيين هو من الوجه. وعرلن ثم يذكر حد الوجه في العرل ما بين أذنيه من أذن إلى أذن، ثم من أذن إلى أذن يعني من شحمة الأذن إلى شحمة أذن أخرى. ويجب غسل شعر الوجه من هدب، ثم يفصل معنى قوله ظاهر وجهه، ماذا يدخل من أجزاء وجهه في هذا الظاهر. يقول يجب غسل شعر الوجه، فإذا هذا الظاهر يدخل فيه الشعرة والبشرة، هذا شعر الوجه من هدب حاجب وشارب وعنفقة واللحية، هناك بكسر اللام، اللحية هو العظم، اللحية هي الشعر. فإذا الهدب ما هو؟ ما ينبت على طرف الأجفان، أجفان العين. ثم حاجب يعني ما ينبت فوق العين. شارب يعني ما ينبت على الشفة العليا. أنفقة ما ينبت على الشفة السفلى. ثم لحية وهي ما نبت على الذقن، هذا هو اللحية باللبت، ما ينبت على الذقن يعني من جانب الأذن. هذا ثلاثة أنواع من الشعر هكذا فرقوا. ما ينبت على الذقن هو اللحية حقيقة، وهو ما هو الذقن؟ الذقن مجتمع اللحيين كما ذكرنا، مندها اللحيين مجتمع اللحيين. وإذار وإذار شعر الوجه هدب حاجب شارب أنفقة لحية وإذار،
ما هو الإذار وهو ما نبت على العلم المحاذي للأذن يعني أمام الأذن أمام الأذن هذا هو الإذار ثم فإذا يكون هناك بين الإذار وبين اللحية يعني ما ينبت على الخد وفي جانبه هذا يقال له عارض هذا الذي يذكر بعده وعارض وهو من حتى عنه يعني ما يكون تحت الإذار إلى أين؟ إلى اللحية فإذا عادة تقال اللحية لهذه الثلاثة جميعا وهكذا يعني يستعمل في الشرعية إلى وهذا التفريق يعني لحية ثم فوقه إذار ثم فوقه عارض هذا التفصيل في باب يعني الوضوء نعم هذا بين اللي ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع مسألة يكره يعني زيادة اللحية وحته ثم بين زيادة اللحية يعني حلق الرأس كيف يحلق الرأس يعني بترك شيء من هذا العارض إلى الفوق فإذا يعني لا يصل حلق الرأس إلى ما يحاذي الأذن هناك ينبغي الحلق يأتي إلى ما يحاذي الأذن لو ترك يعني شيئا فوقه يكون هذا زيادة في اللحية النقص في اللحية يعني هو يحلق نازلا يعني شيئا من الإذار شيئا من العارض نعم شيئا من الإذار يحلق كلاهما يكرهان فإذا هناك قال زيادة في اللحية وزيادة ونقص في اللحية نعم فإذا هناك اعتبرت اللحية بمجموع هذه الثلاثة يعني العارض ثم الإذار واللحية كلها نعم لا قلنا على مجموع الثلاثة الإذار والعارضان وما على الثقل نعم هذا حقيقة شرعية نعم للحية لا لا هذا اللحية لغة هذا مذكور هنا وما على الخدين فوق العرضين نعم نعم لا يدخل تحت المسمى اللحية هنا يعني اللي يذكر في اللحية يدخل نعم ما على الخدين نعم نعم لذلك يعني ذكر في باب الجمعة تزيين اللحية يعني الأخذ من الشعر التي يعني تفتت إلى الجواني وكذلك يعني أخذ بعض يعني من شعر نبت على الخد وكذلك ما نبت يعني على الحلق وهكذا فإذا كل هذا داخلة في اللحية هناك أيضا خد الشعر أيضا يدخل لا يكره لكن الأفضل يعني ألا يأخذ شيئا منه على الراجح عند سادة الشافعية عند سادة الشافعية خلاف في هذه المسألة ما هو الأفضل يعني التجميل والتزيين أو إطلاقه بدون أخذ شيء منه ابن حجر رحمه الله رجح في التحفة أن إطلاقه هو الأفضل نعم مهما قبح نعم وقال هذا القبوح يأتي بدون الدهن والتصريح لو دهن وصرح لا يكون فيه قبوح وأجابها يعني الذين يرجحون يعني التزيين بأخذ بعض الأشعار هم عللوا هكذا وإلا يكون هناك يعني قبوح الصورة فإذا هو أجابها لذلك يدهن ويصرح ثم وموضع الغمام ومن الوجه فإذا وهذه يعني العارض ثم أولا الإذار نعم إذار ثم عارض ثم اللحية نعم وهذه كلها من الوجه يعني يجب غسلها ومن الوجه حمرة الشفتين
همرت الشفتين يعني همرت الشفتين مع اطباق الفم فقط، لا يجب عليه يعني فتح الفم حتى تنغسل حمرة داخلة في الفم، بل يعني عادة كيف يطبق الفم كذلك يطبق ثم يغسل، لا حاجة إلى فتح الفم. لذلك قال يعني في بافل الماء اطباق الفم. وموضع الغمم هو أيضا من الوجه، ما هو موضع الغمم؟ وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة. فإذا حينما ذكرنا أن أعلى حد أو الحد الأعلى للوجه مما ينبت شعر الرأس غالبا، فإذا لو نبت شعر رجل أو امرأة نازلا إلى الجبهة وهذه الأشعار من الوجه. موضع الغمم هذا يعني لا بأس، نعم هذا لا بأس. نعم هكذا يعني يشير إليه قول الفقهاء يعني لتدبير الوجه هذا يزال هذا، وهم لم ينكروا لا أنكروه. ثم ما ينبت على الشعر عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف، أما هذا محل التحذيف ليس من الوجه على الأصح. ما هو محل التحذيف؟ وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة. هذا ابتداء العذار من أين؟ يعني هذا العذار ما نبت على علم محاذ للأذن، فإذا يكون فوقه النزعة يعني هذا البياض الذي يكون في جانب الرأس، فإذا هنا هذا يعني شعر خفيف هذا ينزل إلى الأمام وهذا ليس من الوجه. لماذا؟ هذا يعتبر تابعا لشعر الرأس، يعتبر تابعا لشعر الرأس لذلك ليس من الوجه، وإلا هذا داخل في تدبير الوجه، في دائرة الوجه هي داخلة، لكن حكمه حكم شعر الرأس تابعا لشعر. نعم تحصل به المواجهة، مع ذلك ليس فيه على الأسف. وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء الإذار والنزعة ودون وتد الأذن والنزعتين، هذا يعتبرنا على قوله دون محل تحذير. كذلك هذا وتد الأذن، وتد يعني هذا شحمة الأذن، ليس من الوجه. هو يقول والنزعتين، النزعت وهما بياضان يكتنفان الناصية، يكون في جانبي الناصية هذا بياض يعني عال، هناك يكون بياضان إلى الفوق. نعم هذا المكان هنا يكون بياضان إلى الفوق إلى شعر إلى الرأس. فإذا النزعتان ليس من الوجه، من الوجه ليس من الوجه. ودون وتد الأذن والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية، هذا بياض، ومع ذلك هما خارجتان عن تدوير الوجه لذلك ليس من الوجه. هذا هو هذا هذا الشيء الذي نعم نعم هذا الوتد، كأنه وتد من الأذن. الوتد يعني ماذا يقال عندكم؟ نعم. ثم بالهندية كيف وتد مكتوب هنا كتي كتي. نعم ثم وموضع السلع وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر، هذا موضع السلع أيضا ليس من الوجه. ما هو موضع السلع؟ وهو ما بينهما، ما بينهما يعني ما بين الوتدين
إذا انحسر عنه الشعر ما بينهما، يعني ما بين النزعتين، يعني عادة هذا يكون في فوق الجبهة مباشرة في اللمع، يكون هناك يعني الشعر يوجد يوجد، وفي جانبيه يكون هذا النزعتين، ثم ممكن ينحسر الشعر من هذا المكان. لو انحسر الشعر من هذا المكان وهذا المكان لا يتميز عن النزعتين، كلها بياض واحد، لكن هذا البياض واحد ثلاثة أشياء في الوسط، هو هذا يعني موضع الصلع، ثم في الجانبين نزعتان. الصلع يعني لو لم يكن على رأسه شعر يكون أصلع، أصلع يعني هذا صلع جزئي فقط، ثم وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر. ثم ويسن وصل كل ما قيل إنه ليس من الوجه. ذكرنا هنا أشياء مواضع ذكرنا في حقها ليس من الوجه، ما هما؟ محل التحديث، كذلك النزعة وتدل ذن النزعتان، ثم موضع السلع، وهذه كلها يسن وصلها. ثم لماذا خروجا من الخلاف؟ بعض من الأئمة قالوا كل هذا من الوجه، لذلك اعتبارا بهذا يسن وصله. فإذا هذا حد النزعة يعني بيالان يكتنفان الناسية، يعتبر هناك أيضا هذه الغلبة كما ذكرنا في الحد الأعلى للوجه، يعني ما ينبت الشعر غالبا، ينظر إلى الغالب، هل نزعت رجل على حالة يعني غلبة الناس، أو يعني انحسر فوقه يعني شعر، أو يعني نبت في النزعة شعر، ممكن لبعض الناس ينبت الشعر في النزعة، ولبعض يكون هكذا صلع إلى ما وراءه، فإذا يعتبر هناك أيضا الغالب. ثم هو موضع أنه ليس من الوجه، خروجا من الخلاف، هكذا كتب النهاية هناك. ما معنى خروجا من الخلاف؟ يعني لئلا يتحرج بناء على القول بالوجوب. نعم، مراعاة الخلاف، لكن ما معناه يعني لماذا يسن؟ لئلا يتحرج، يعني لئلا يكون عليه حرج عند الله تعالى بناء على القول بالوجوب. وهؤلاء الأئمة، بعض الأئمة قال أن غسلها أن هذه من الوجوه من الوجه من داخل الوجه، لذلك يجب غسلها، فإذا لو لم يغسل يتحرج، يكون عليه حرج بناء على هذا القول، قول الوجوب، فإذا لئلا يكون حرج ماذا يفعل؟ يسن له غسله، هذا معنى يسن خلافا من خروجا من الخلاف. ويجب غسل الظاهر وباطن كل من الشعور السابقة، يعني ذكرنا شعور يجب غسله ظاهرها وباطنها. باطن ماذا أراد بالباطن؟ باطن يعني باطن نفس الأشعار، وكذلك حتى البشرة، باطن الشعر هناك يكون باطنان، باطن يعني من الشعر وباطن من البشرة، يجب يعني غسل كلاهما. وإن كثف، نعم، هذا باطن ممكن يكون كثيفا، مثلا هذا حاجب يكون كثيفا، أو شارب يكون كثيفا، أو أنفقت يكون كثيفا، ثم يجب غسل باطن هذه. وإن كثف لندرة الكثافة فيها بخلاف اللحية، في اللحية الكثافة غالبة، لذلك
يغطفر ثم لندرة الكذابة لقلة الكذابة بها في هذه الشعور لا باطن يعني لا باطن كثيف لحيته لا باطن يعني عطف على ظاهر فإذا لا يجب غسل باطن كثيف لحيته كثيف لحية لحية فقط أو لحيته لحية وعارل كذلك كثيف العارل لا يجب غسله ثم إذار يجب يعني هو في الإذار الكثافة نادرة في العارل واللحية تكون غالبة الكثافة غالبة لذلك إذار يعني ما أمام الأذن سواء كان يعني كثيفا أو يعني غير كثيفا يجب غسل تماما هناك ينبغي أن تنتبه المرأة يعني هذا ما هما طال شعر يجب غسل تمامه مثلا شارب رجل وطال بدون قطع حتى صار متر أو مترين بعض الفقهيون يفعلون هكذا فإذا يجب غسل تمامها كذلك يعني للمرأة يكون هذا إدار يعني طويلا عادة لا يكون يعني أطول كثيرا بل يعني لبعض المرأة لبعض النساء يكون طويلا فإذا يجب عليها غسل تمامها يجب الانتباه بالنسبة إليها ثم والكثيف هنا كيف يعلم الكثافة وعدم الكثافة الكثيف هذا يحتاج إلى الفرق في اللحية فقط وكذلك والعارض أيضا أما غيرها يجب غسل باطنها وظاهرها سواء كان كثيفا أو خفيفا فإذا الكثيف ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا رجلان يتخاطبان على بعد يتخاطب الرجلان عرفا على هذا البعد فإذا هل نظر إلى لحيته هل ترى من داخل هذه اللحية بشرته أو لا ترى بشرته لو كانت البشرة مرئية ليست بكثيفة لو لم تكن بشرة يعني البشرة في أسفل اللحية لو كانت مرئية فقليلة خفيفة لو لم تكن مرئية فكثيفة هكذا الفرق لا يعني ذكرنا هنا الكثافة في تمام اللحية والعارل فإذا ممكن اللحية فقط كثيفة والعارل لا يكون كثيفا لبعض الرجال فإذا يجب عليه غسل باطن العارل لا يجب عليه غسل باطن اللحية لكونها كثيفة ثم من خلاله في مجلس التخاطب عرفا هذا التخاطب عرفا ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله فإذا ذكرنا الحد للوجه هذا هو الذي يجب غسله لكن مع ذلك يجب شيء من الزيادة لماذا؟ لأن يحقق أنه غسل ما هو داخل في هذا الحد تماما لأجل ذلك يجب شيء من الزيادة إلى الجوانب من كل الجوانب إلى الأعلى إلى الأسفل إلى الجانبين من الأذن هذا الذي قال يجب غسل ما لا يتحقق غسل جميع يعني يجب تحقق غسل جميع الوجه لأجل ذلك يجب غسل ما فوق هذا الحد لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله بغسل ما لا يتحقق ثم لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب هكذا قاعدة ثم وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق
الركن الثالث غسل يديه. اليد يعني تطلق على ثلاثة أشياء، الكف فقط يطلق عليها اليد، وكذلك من أطراف الأصابع إلى الركبة تطلق إذا الكف والساعد، مجموع هذين تطلق عليه اليد، كذلك من أطراف الأصابع إلى العدد أيضا، فإذا يكون هناك ثلاثة أعلى إن الكف والساعد والعدد إلى المنكبنا إلى المنكبنا حتى تكون العدد داخلة. فإذا ما المراد باليد هنا؟ الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما المراد باليد في هذه الآية؟ هذا جاء التفصيل والبيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغسل من أطراف الأصابع إلى تمام الذراعين إلى الركبة، ما كان يتم الساعد تماما، العلود تماما، يتم الساعد فقط. فإذا ظهر منه من فعله صلى الله عليه وسلم أن اليد في الآية يراد بها مجموع الكف والذراعين، هذا قال شارحه من كفيه وذراعيه. ثم بكل مرفق، هذا حينما يغسل الذراعين يجب عليه غسل تمام المرفق بكل مرفق للآية، وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا المرفق داخلة، يعني الغاية في الآية داخلة ليست خارجة، الغاية هكذا غايتان داخلة وخارجة، هنا داخلة. ويجب غسل جميع ما في محل الفرل شعر وظفر وإن طال، بالنسبة إلى الوجه تفصيل، أما بالنسبة إلى اليد ليس أي تفصيل. يجب غسل تمام ما في محل الفرل سواء كان شعرا أو ظفرا أو إصبعا زائدا، مثلا لرجل عشرة أصابع يجب عليه غسل هذه الأصابع العشرة، أو لرجل كفان من يعني الكعب يعني ما يقال أنا في الساعد الواحد نبت كفان، يجب عليه هذان غسل هذين الكفين وهكذا، أو يعني كان في ساعده هكذا أشعار شعورا طالت طويلة جدا وما قطعها، يجب عليه غسل هذا تماما. أو يعني هو طول ظفره لم يقطع، ثم يعني ممكن هو ثنى هذا صار مثلا هكذا فعل بعض الناس، يجب عليه عند الوضوء غسل جميعه شعر وظفر وإن طال. ثم فرو لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد واحتياط أجزأه، يعني رجل نسي لمعة يعني موضعا يلمع هذا لمعة في اليد في اليد أو في الوجه هكذا، لمعة يعني في وجهه أو في غسله، الحكم عام لو نسي يعني عند الغسل ليس في الوضوء، لمعة يعني موضع لم يمسه ماء هذا يقال له لمعة لأنه يلمع لذلك يقال لها لمعة. ثم فانغسلت هذا المواء هذه اللمعة المنسية إن غسلت متى في تثليث يعني في المرة الثانية أو الثالثة، في المرة الأولى صارت منسية لكن انغسلت في المرة الثانية أو الثالثة، أو إعادة وضوء لنسيانه له، أو انغسلت حينما أعاد الوضوء. لماذا أعاد الوضوء؟ لأنه نسي الوضوء الأول ونسي أنه تولى، فإذا ذهب تولى مرة ثانية، يعني فإما ما ثلث الوضوء الأول
أو ثلث ولم تنغسل هذه اللمعة أيضا. عندئذ ماذا؟ انغسلت عند إعادة الوضوء هكذا. وإلا يعني ثلث وانغسلت بالتثليث ثم لا حاجة إلى هذا التصوير الثاني. التصوير الثاني يكون هكذا: إما هذا الرجل لم يثلث بل غسل توضأ مرة مرة نسي الوضوء ثم بعد ذلك نسي هذا الوضوء ثم أعاد الوضوء هكذا. إذن الإعادة ليس بالنسبة إلى ذكره بل بالنسبة إلى حقيقة الحال. لو كان يعيد ذاكرا للوضوء الأول هذا تجديد، هذا تجديد سيأتي. فإذن هنا قال أو إعادة وضوء، هذا إعادة بالنظر إلى حقيقة الحال ثم لنسيان له لا تجديد واحتياط أجزاءه. لو يعني جدد الوضوء، هذا تجديد الوضوء عند تيقن الوضوء الأول وذكره، كان ذاكرا للوضوء وكان متيقنا أنه على الوضوء عنده يجدد الوضوء. متى يكون الاحتياط؟ يعني هو شك هل هو متوضئ أو غير متوضئ، فإذا ذهب يتوضأ، هذا وضوء الاحتياط ليس هذا وجود وضوء التجديد. فإذا هكذا يعني إن غسلت أما إما في إعادة وضوء فيجزئه، لو إن غسلت في وجود وضوء التجديد أو وضوء الاحتياط لا يجزئه. وهذا لا يكون يعني على طريق الفرض في وجود الاحتياط ذكر مسألة، يعني وهكذا شك هل متوضئ أو ليس متوضئ ثم تولى بطريق الاحتياط ثم ذكر أنه ما كان على الوضوء، فإذا هذا الوضوء ليس بصحيح. لو ذكر يعني مثلا هو صلى الظهر هكذا بوضوء الاحتياط، يعني حينما أراد أن يصلي الظهر شك هل هو متوضئ أو لا، فإذا ذهب توضأ ثم صلى الظهر، بعد صلاة الظهر ذكر أنه ما كان متوضئا أو كان متوضئا، لا ذكر، هو ذكر أنه ليس بمتوضئ قبل وضوء الاحتياط، فإذا يجب عليه إعادة الظهر. لماذا؟ ما كان له جزم النية، ما كان لهذا الوضوء وضوء الاحتياط كان على التردد، فإذا حينما ذكر هذا الوضوء ليس بصحيح لا يعتبر. لماذا؟ لأنه توضأ على التردد، يجب أن تكون النية على الجزم. فإذا لو مضى بدون ذكر فهو مغتفر عند الله تعالى لأجل العذر، أما لو ذكر هذا لا يعتبر. مثلا هو تردد توضأ بالاحتياط ثم تذكر تبين الحال أنه متوضئ، تبين الحال أنه متوضئ فلا بأس، وضوءه السابق هو صحيح لكن وضوءه الثاني الوضوء الاحتياط لا تصح كذلك، لأنه لما كان على لكن هو صلى بالوضوء إلا بالفلا بأس، الوضوء الثاني لا حاجة إليه، لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. لا الغسلة الرابعة لا يجي، الغسلة الرابعة يعني تكره الغسلة الرابعة مكروهة لو كان من ماء ملكه، لو كان من ماء الوقف أو المسبل يكون حراما، لذلك لا يكفي، لذلك فلا تسمع. لا تجزي، لا تجزي، لأن هذه الغسلة الرابعة إما مكروهة أو حراما، لذلك لا يعتبر. نعم. هذا موضوع لا
وضوء الاهتيات وكذلك وضوء التجديد كتب هناك فإن كل منهما لا يجزئه لأنه طهور مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا. يعني وضوء التجديد وضوء مستقل بنية لم تتوجه هذه النية لرفع الحدث. عند التجديد يصح نية رفع الحدث كما سبق، لكن هذه النية لا تتوجه حقيقة إلى رفع الحدث، لذلك هذه اللمعة باقية بدون رفع حدثها. في الاهتيات أيضا هذا نية، ألا هذا طهور مستقل بنية، وهذه النية لا تتوجه لرفع الحدث أصلا بل تتوجه للاهتيات. ثم ورابعها مسح بعض رأسه، ورابعها مسح بعض رأسه كالنزعة والبيال الذي وراء الأذن بشر أو شاعر في حدهنا. مسح بعض رأسه يكفي مسح بعض الرأس أيا كان، هذا الرأس ذكرنا، هذا النزعات داخلة في الرأس كما سبق. فإذا لو أني مسح النزع شيئا من النزعات يكفي. وكذلك البيال الذي وراء الأذن لا يكون هناك يعني شعر الرأس، هذا داخل في حد الرأس. نعم. أنا نزعته قلنا يغسل تغسل النزعة خروج من الثلاث يسمى غسل النزعة، إذا منها أيضا ثلاث مسح النزعة. نعم هذا على الراجح. نعم النزعة هل هي من الرأس أو من الوجه، هذا سبق لنا. كالنزعة والبيال الذي وراء الأذن بشر أو شاعر في حده. فإذا هذا البيال أيضا وراء الأذن لا يكون هناك شاعر، هذا غسل مسحه يكفينا. ثم بعل رأسه قال بدلا من الرأس، الرأس إما يمسح بشره أو شعره أيا كان. فإذا مسح بعل بشر أو شعر رأسه في حده، لكن ينبغي أن يكون الشعر في حد الرأس. فإذا لو طال شعر رجل فإذا مسحه، يعني طرفا خارجا من حد الرأس لا يجزئه. النساء يجب عليهن مسح شعر من داخل حد الوجه. إذن لو مسح يعني ما يسقط على الظهر أو طرف الشعر الطويل لا يجزئ. ثم في حده شعر في حده ولو بعل شعرة واحدة للآية. فإذن لا يجب عليه إتمام مسح شعرة واحدة، بل يكفي مسح بعل شعرة أيضا للآية. الآية الثانية وامسحوا برؤوسكم، هذا في بيان الوضوء. قال البغوي رحمه الله ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر الناصية، هذا مسألة خلاف في هذه المسألة. الراجح يعني يكفي أي قدر، لكن عند الإمام البغوي رحمه الله لا يجزي أقل من قدر الناصية، لا يجب لا تتعين الناصية، بل إما الناصية أو قدرها من مكان آخر من جانب الرأس أو من قرن الرأس أو من وراء الرأس هكذا. الناصية ما هي؟ وهي ما بين النزعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها، وهو رواية أن النبي حنيفة رضي الله عنه، والمشهور عنه وجوب مسح الربع
عند الإمام الأعلم رأياني يجب على المتولي مسح ربع الرأس. هكذا رواية، ورواية أخرى يجب أن قدر الناسية، قدر الناسية أقل من الربع، الناسية يعني لا تستغرق ربع الرأس، لذلك الناسية أقل من الربع. فإذن القول الثاني يعني أكبر من هنا. ثم وخامسه غسل رجلين بكل كعب من كل رجل للآية. بكل كعب، لماذا قال بكل كعب؟ هناك الكعب كعبان، في كل رجل يكون كعبان، لذلك يجب عليه بكل كعب من كل رجل، فإذا يكون أربعة كعوب. نعم للآية. أو مسح خفيهما بشروطه. نعم، إما غسل رجليه أو يعني مسح خفيهما، لكن لمسح الخفين شروط، لو استوفى هذه الشروط يكفي مسح الخفين. ثم ويجب غسل باطن ثقب وشق. ثم بالنسبة إلى الرجل، هذا الثقب والشق غالب، لذلك ذكر المسألة هنا. وهكذا المسألة في الوجه، يعني لو جرح وشق جانب، أو يعني هذا في الوجه أو في اليد، وهذا في الرجل، يعني في باطن القدم، يعني يكون هناك شقوق في جانب القدم عادة. وكذلك ممكن يسقب باطن القدم أو أسفل القدم شوكة أو مثلها. وكذلك هناك مرل، مرل يقال عندنا مرل الوتد، يعني في أسفل القدم عادة، هكذا هذا يكون مثل ثقبة. ماذا يقال عندكم؟ هذا يؤلم كثيرا. نعم نعم. وصاحب هذا المرل يكون في أسفل القدم، يعني ثقوب أو ثقبة، يجب غسل داخله باطنه. يعني لو كانت منفتحة، لو لم تكن منفتحة بل يعني منلمة لا يجب فتحها، بل لو كانت مفتتحة مفتوحة يجب أن يصال الماء باطنه. هذا هو غسل باطن ثقب وشق. الثقب يكون مستدير والشق يكون مستطيل، هذا هو الفرق. شق يعني يكون مستطيلا، ثقب يكون مستديرا. ثم فرع، لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها. شوكة في رجله، هذا في رجله ذكر في رجله لأنه الغالب. فإذن مثلا يعني لو دخلت شوكة، مثلا شوكة السمكة في يده أو في الوجه، أو يعني دخلت إبرة في اليد أو في الوجه، يعني في موضع الغسل. بالنسبة إلى الغاسل الذي يغسل للجنابة، لو كان هذا في أي جزء من أجزاء البدن، ظاهر بعضها، يعني هذا رأس هذه الشوكة ظاهرة، لم تغرس هذه الشوكة تماما حتى انلمت يعني عليه الجلد واللحم، بل بعض الرأس يعني خارجة ظاهرة، وجب قلعها، يجب عند الغسل أو الوضوء قلع هذه الشوكة وغسل محلها. ثم لأنه صار في حكم الظاهر، ثم ماذا هو في حكم الظاهر؟ يعني محل الشوكة صارت في حكم الظاهر. نعم باطن. يجب يعني عند الغسل، عند الغسل يجب. نعم هذا لو كانت يعني منفتحة، وهذا ينسد في بعض الأحيان، يعني الثقبة في الأذن لو لم تستعمل فيه الحلي تنسد في بعض الأحيان، لو انسدت لا يجب يعني فتحها، بل لو كانت منفتحة يجب غسل الباطن. نعم
وهذا يكون ثقبة في الأذن كذلك في بعض البلاد ثقبة في الأنف أيضا. المرأة تلبس يعني حليا في الأنف بالثقب نعم. الأطفال يكون داخل في الجوانب. أي شيء؟ الظفر يكون داخل في الجسد خاصة في الأصبع. الأصبع الرجلي. أطراف الأظفار تتلحم وتدخل في داخل الجلد أحيانا. هذا يعني الظفر. أن تكون داخلة وهذا ماذا يقال ماذا يقال فيه ها؟ مثل الشوك لا يكون إصابة الماء إلى ما تحت الظفر واجبة كما ذكرنا يعني ذكرنا في مسألة الوسخ لكن لو كان هناك مشقة شديدة هذا يغتفر عادة يعني يجب إيصال الماء إلى ما تحت الظفر ثم وهذا بسبب الطول لو كان بسبب الطول لا يغتفر لماذا؟ لأنه يستحق أن يقطع يجب يعني يسن قلم الظفر لذلك مطلوب يعني قلمه وقطعه وبعد هذا القطع لو كان هناك مشقة كذا وكذا من الأمراض فلا يعني ينبغي أن يغتفر وإلا لا يغتفر وغسل محلها لأنه صار في حكم الظاهر نعم فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فإذا هذا يعني للحقنة إبرة الحقنة تكون باقية عند المرلى في بعض الأحيان لأجل يعني إعادة الحقنة تبقى إبرة في اليد وهكذا فإذا يجب هذا يعني قلع نعم عند الوضوء قلع ثم لو كان محل هذه الإبرة يدخل فيه الماء يجب إدخال الماء فيه لو لم تكون يعني منظمة تماما كانت منظمة فلا بأس لا حاجة إلى فتحها وشقها هكذا لا يجب لو كان هناك يدخل الماء إلى داخله يجب غسله فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتقط نعم تنفط يعني ماذا انتفاخ الجلد عند مثلا مس النار إحراق عند أخذ النار يتنفخ الجلد فقط هكذا تنفخ الجلد هذا تنفط إما في رجل أو في مكان آخر لم يجب غسل باطنه متى ما لم يتشقق هذا النفط التنفط لم يتشقق عندئذ لا يجب شقه ولا غسل باطنه فإن تشقق وجب غسل باطنه ماذا؟ وشم مسألة الوشم سيأتي نعم ثم فيصيح ولو تنفت هذا ما لم يتشقق يعني لا يجب غسل باطنه فإن تشقق وجب غسل باطنه لو تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتقط لكن ما لم يلتحم يعني يلتئم هذه الجلدة باللحم فإذا يكون لهذا التنفط ثلاثة أحوال تكون منتفخة في داخله يكون ماء عادة يكون في داخله ماء لم يتشقق فلا يجب غسل داخله ثم تشقق ولم يرتقط
هذا التنفس تشقق يعني خرج ماء هكذا ولم يرتقط يعني لم يلتحم ولم يلتئم باللحم عندئذ يجب غسل باطنه ثم حالة ذلك يعني هكذا تشقق وارتقط يعني التحم انضم إلى اللحم التأم مع اللحم هناك أيضا لا يجب غسل باطنه هكذا حالتان لا يجب غسل باطنه في حالة واحدة يجب غسل باطنه تنبيه نذكره في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر هذا مسألة يعني هذا هل يجب على عند الغسل نقل عقد الشعر عقدة الشعر الناس يعقدون كذلك المرأة تعقد شعرها هل يجب عليها فإذا يجب عليها لو لم ينعقد بنفسه هذا الذي يقول يعفى عن باطن عقد الشعر عقدة الشعر المرأة يعني تعقد شعرها في الوراء أو في القرن فإذا يجب يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا عقد بنفسه يعني امرأة أو رجل ترك شعره بدون دهن ولا تسريح حينما يمضي أيام هذا ينعقد بنفسه يكون يعني ماذا يكون عقدة يعني كالخشب هكذا وبعد ذلك لو طال هذا لا يصح بعده أن يفتل الأشعار أن يميز بعضا عن بعض لا يمكن هذا إلى هذا الحد يتجمد وهذا عندئذ لو انعقد بنفسه فلا بأس يترك وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصيق بوصول شعره حتى منع وصول الماء إليها طبوع يعني هذا شيء من الحيوان يكون في الرأس هي طبوع نعم بنحو طبوع لصيق أين لصيق هذا الطبوع بوصول شعره ثم هذا يمنع وصول الماء إليها إلى وصول الشعر يعني إلى بشرة الشعر فإذا يغتفر عنه أيضا ولم يمكن إزالته لو أمكن إزالته يجب إزالته وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري رحمه الله بأنه لا يلحق بها يعني الطبوع لا يلحق بعقد الشعر بل عليه التيمم لا يقول بوجوب أن إزالة هذا الطبوع بالمشقة الشديدة بل يجب عليه التيمم نعم لكن قال تلميذه شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة نعم ابن هجر وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع هذا هو الترتيب يعني غسل هذه الأعضاء كما ذكر ليس هناك يعني ركن آخر بالترتيب فعل آخر بالترتيب بل يغسل أولا الوجه ثم اليد هكذا يعني لو غسل هذه الأعضاء على هذا الترتيب المذكور تم هذا الفرض إذا يعني لو عكس لا يسيء هذا معناه ولو انغمس معتد ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر جزاءه عن الوضوء لا في مقدمة القرآن إذا ذكر شيخنا هذا الغيب وقع اجتمعه عمله ابن زياد شيخ شيخي ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر عجزاءه عن الوضوء يعني هناك لا يكون ترتيب تحقيقا بل هناك تقدير فقط ترتيب واجب لو انغمس أو غسل عضوا في أي مكان هذا ترتيب واجب
لكن عندما ينغمس هناك يقدر الترتيب، ترتيب تقديري، لذلك قال ولو لم يمكس في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب. فإذا لو كان الترتيب مقدرا هل يجب عليه أن يبقى لحظة؟ لماذا؟ لأن يقدر انغماس الوجه أولا ثم انغسال الوجه أولا ثم انغسال اليدين ثم انغسال الرأس ثم انغسال الرجلين، هذا تقدير هكذا يحتاج إلى وقت. فإذا لو قلنا أن الترتيب موجود مقدرا هل يجب عليه هذا بقاؤه داخل الماء بعد الأحلات؟ هذا ليس بلازم، فيشترط في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب، وهكذا قال بعض العلماء. لذلك ردا عليه أتى بهذه الغاية، ثم يمكن فيه الترتيب بل يقدر يعني الأحلات. نعم، لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة. لو اغتسل، كيف اغتسل؟ بالصب، بنيته، بنية الوضوء، هو يتولو. الصورة الأولى يعني انغماس في الماء، هو يتولو مع ذلك يغتسل، ومع ذلك يغتسل يعني غسلا شرعيا لا، بل هو لأجل الوضوء انغمس، يعني أصاب جميع جسده الماء. وهنا يعني يغتسل كيف؟ بصب الماء عليه، ومع ذلك لم هو نوى نية الوضوء، فإذا لأجل الوضوء اغتسل بصب الماء، فيشترط فيه الترتيب حقيقة. فإذا يجب يعني غسل الوجه أولا ثم غسل اليدين ثم بعد ذلك يعني إما المسح أو يعني صب بعض الماء على الرأس بعد غسل اليدين وهكذا، يشترط فيه الترتيب. ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعلاء الوضوء. فإذا هكذا يغتسل بنية الوضوء مثلا ثم بعد ذلك نسي لمعة أو لمع مثلا في الظهر أو في يعني الركبة، ركبة الرجل وهكذا، لا يضر يعني الوضوء بل صح وضوءه. بل لو كان على ما عدا أعلائه مانع كشمع لم يضر أيضا، هذا في الوضوء اغتسل لأجل الوضوء عندئذ هذا لا يضر، لو اغتسل لأجل الغسل هذا يضر كما استظهره شيخنا. ثم ولو أحدث وأجنب أجزاءه الغسل عنهما بنيته، رجل صار محدثا وصاحب جنابة، أحدث وأجنب، ثم كيف يتصور الجنابة فقط؟ جنابة فقط يعني هو نام متمكنا مقعده واحتلم، عندئذ صار جنابة فقط لا يكون حدث أصغر. لكن هذا الرجل أحدث وأجنب أجزاءه الغسل عنهما بنيته يعني بنية الوضوء، ولا يجب تيقن عموم الماء لجميع العضو بل يكفي غلبة الظن به. لماذا يعني أجزاء الغسل عنهما؟ لأن الأصغر داخل في الأكبر، لذلك حينما اغتسل بنية الوضوء ارتفع حدثه الأصغر أيضا لأنه داخل في الحدث الأكبر. نعم، ثم ولا يجب تيقن عموم الماء لجميع العضو بل يكفي غلبة الظن. نعم، فإذا إصابة الماء أو إيصال الماء إلى جميع المواضع لا حاجة إلى اليقين به بل يكفي غلبة الظن. لو لم يكن له غلبة الظن فلا يكفي، يجب غلبة الظن. إنه رفع الجنابة هل يدخل تحت الوضوء يحصل له؟ إنما مثلا عند غسل الرأس نوى رفع الجنابة هل يحصل الوضوء؟ نعم، بعد ذلك يجب أن يغسل جميع جسده. لا بس ولو هو الترتيب، نعم، هو يعني غسل رجله أولا مثلا ثم بعد ذلك غسل سائر جسده
هذا يرتفع. لذلك قلت يعني هذا داخل في الحدث الأكبر، لا يعتبر هناك ترتيب. نعم، هذا الحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر. لو ارتفع الحدث الأكبر فارتفع الحدث الأصغر، عندئذ لا يعتبر الترتيب. نعم، لأجل ذلك ذكر هذه المسألة تابعا للترتيب، ثم لا يعتبر هناك الترتيب التحقيقي ولا التقديري. نعم، ثم يكفي الظن. هناك لبعض العلماء بالنسبة إلى المصطلحات كلام، لماذا يقال غلبة الظن؟ هل غلبة الظن والظن هل هما شيء أو شيئان؟ يعني هؤلاء الفلاسفة وهم الذين قسموا يعني ما يوجد في الذهن إلى الحاضر في الذهن، إما يكون يقينا أو ظنا أو شكا أو وهما، هكذا قسموا إلى أشياء باختلاف المراتب. لو كان على الجزم بدون احتمال مقابله يكون يقينا، لو كان باحتمال مقابله يكون ظنا، لكن مع غلبة الحاضر، هذا الغالب هو الحاضر يحتمل مقابله يسمونه ظنا. أما بدون يعني غلبة أحدهما بل بالاستواء يقال تردد، فهذا المرجوح عند الظن يقال له وهما. هكذا قسموا يعني إلى يقين وظن وشك ووهم، ثم أين غلبة الظن؟ فإذا هم قالوا غلبة الظن هو الظن نفسه، لكن هذا تأكيدا لهذه الغلبة في الحاضر عند الذهن. هم يسمونه بعض الأحيان أو يعبرون في بعض الأحيان بغلبة الظن، وفي بعض الأحيان بدون هذا التأكيد يعبرون ظنا، كلاهما شيء واحد. نعم، ثم فرع لو شك المتولي أو نعم، هذا عند الفقهاء هكذا. نعم، شيء واحد. ليس هناك ظن قريب للعلم بعيد عن العلم، أيا كان لا بأس. نعم، لو لم يكن تردد فهو ظن. هذا القيد غلبة، هذا القيد ليس احترازي. لا، هذا لبيان الواقع في الظن. في الظن الظن هو الغالب غالبا يكون. نعم، فإذا لو لم يكن تردد ولا تشكك ولا شك وهو ظن، وهو نفسه غلبة الظن، هذا مقترن عند الفقهاء. نعم. نعم، فرع لو شك المتولي أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله تأخره، هذا في طهارة عضو أن شك، مثلا عندما يغسل أثناء غسل اليد أشك، أو يعني أثناء غسل الرجل شك هل أتم أو لم يتم، فإذا يجب عليه إتمامه. وكذا ما بعده في الوضوء، في الوضوء أيضا كذا، يعني أثناء الوضوء مثلا حينما يغسل اليد شك هل كان أتم غسل الوجه أو لم يتم، يجب عليه إتمام غسل الوجه، غسله مرة ثانية، أو بعد الفراغ من طهره لم يغسل. يعني لو شك بعد، يعني هو غسل وأتم وفرغ، بعد ذلك شك يعني هل أصاب وراء رأسه أو عنقه ماء، أو يعني في وراء عقبه ماء، هكذا شك، أو بعد الفراغ من الوضوء شك هل يعني أتم غسل الوجه أو يعني الركبة، هكذا. لو كان بعد الفراغ لا يجب عليه الإعادة بل تم الأمر على ما مضى. ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الوجه، يعني بعد الفراغ هو شك هل نوى أو لم ينوي فلا بأس، كما في شرح المنهاج لشيخنا. وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة
وقابل الركوع أنه لا يشك في علو في عسل غسله لزمه إعادته أو بعله لم تلزمه، فليحمل كلامهم الأول على الشك في عسل العلو لا بعله. نعم هكذا قال أولا، لكن في هذا القول للأئمة تفصيل ما هو شك في علو، هكذا قال في تطهير علو. تطهير علو هناك احتمالان، تطهير علو كامل أو تطهير بعل العلو، يعني لو شك هل غسل الوجه أو شك يعني لو غسل بعل الوجه، بينهما فرق، لو غسل الوجه أو نسي غسل الوجه تماما أو هل نسي أو يعني لم يصب الماء جزءا من الوجه، بينهما فرق. فإذا لو شك يعني في بعله لا يلزمه إعادته، لو شك في غسل تمام علو يجب عليه غسله، هكذا القياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع. يعني رجل شك بعد الفراغ من الفاتحة قبل الركوع، ماذا شك؟ هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ؟ يجب عليه قراءة الفاتحة. أو يعني هو شك هل قرأت باسمي البسملة؟ لا يجب عليه إعادة الفاتحة، نظيره هذا. قال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد علو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعله، في أصل غسله أو في بعله، يعني في أصل في غسل بعله لم تلزمه، فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العلو لا بعله. فإذا فرغنا من فروض الوضوء. نعم. ولا يضر اللسان لمعة أو لمعة في غير أعضاء الوضوء عند الغسل، إنما يرفع الجنابة. لا، هذا الذي ذكرته، يعني ليس هذا الغسل لأجل رفع الجنابة، بل هذا الغسل لأجل الوضوء فقط. ذكر يعني هو يغتسل بنيته، مسألة الوضوء فقط. ثم نوقف 5 دقائق. نعم، أوقف لـ5 دقائق. لا قطعنا.